الرفخة السوء. كل واحد منكم اللي عنده رفخة سوء يقطع معاهم، لا بد كل واحد وكل وحدة كانت كتصل بشي ناس قبل ما قبل ما نتوبوا وما نروحوا للاستقامة، كنا كنعرفوا شي ناس، شي ناس يمكن مسلمين يمكن موحدين يمكن فاسقين يمكن كما كانوا، نقطعهم علاقات نهائيا الى امد معين، ما نتصلش بهم لانه غادي يردوني هذا يعبر عنها احسن تعبير رجل من علماء المسلمين رحمه الله، العلماء العاميين الكبار في هذا الزمان، كيسميها قطع حبالي الجاهليه. شكون هذا السيد؟ هذا يوسف الكندلاوي، عنده واحد كتاب كيتسمى حياة الصحابة، كتاب مهم جمع فيه يقطع حبال الجاهلية، وهذه الكلمة يعني يقطع حبال الجاهلية ربما هو خذاها من الآخرين، الله أعلم، ما عرفتش شكون سبق ليها، يعني ما يبغيش يتصل بهم إلا غادي يردوا كيف كان. ولأمر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الأعراب بالهجرة، كيقولوا ما بقاوش في البوادي، هنا البوادي معناها غادي يبقاو في العشار القديمة، يجيو للمدينة، المدينة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها الصحابة، فيها الجهاد، فإذا الصحبة التي لا تعني نقطعها إلى أجلين حتى نقوى ونولي واحد الشجرة عندها ثابتة وشجرة طيبة وعندي جذور ديالي في الجامعة، وديك الساعة نسلم عليهم نقول لهم السلام عليكم. ذيك النهار كنا كنلعبوا الكارطة وكنا كنتكلموا في الناس ونغتابوا ونفعلوا ونتركوا، ودابا راه لقيت باش يزرع فيهم هم الآخرة ديالهم. وكذلك الأخوات ما عدا وحدة ما نديرولها شي، قطع الرحم لا، يعني نقول لك هذيك خالتي مرة ما كتصليش بقيت نمشي عندها ولا تجي عندي، لا، صلة الرحيم ولو كانت كافرة، ولو حتى لو كانت كافرة ما نقطعش معها العلاقات. سيدتنا أسماء بنت أبي بكر ذات نطاقين رضي الله عنها كانت أمها كافرة، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وسأله تستأذنه في استزارة أمها، قال بري بها كوني برة، فزارتها وأحسنت إليها، بري أمك. هذه ما قطعوها شي، عماتنا وخالتنا وبنات خالتنا وبنات عمتنا أقارب هادو ما نتكلمش معهم إلا كلام لطيف. دابا إلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا يناسبه، إذا نقطعوا العلاقات ما عدا مع ذوي الرحم، ثم عندما نقوى في جنب الله نرجع إلى الناس بالدعوة الصالحة وبالرفق والحنان